من مصر بتفاصيل جديدة عن الجدل اللي صار على أغنية النفسية. امبارح سمعنا رأي فريق MG Production منتجي أغنية حمزة، واليوم بنسمع وجهة نظر محمد الشرنوبي بكل اللي صار. النفسية ونجاحها موتر محمد الشرنوبي مش أكتر يعني. فيبدو أنه الجدل اللي صار ما أثر عليه كتير، لأنه الأغنية بتحقق نجاح كتير كبير وصار سمعها أكثر من 3,400,000 شخص على حسابه على فيسبوك. النفسية محتاجة هدوء شوية وافصل من الليلة دي مع نفسي على انفراد. وحتى هو ما علق على التشابه بين الأغنيتين على السوشيال ميديا، واكتفى بالتسويق للعمل لأنه سعيد فيه. كان عندي تمني إن أنا نفسي أنجح ونفسي أكسر الدنيا، في دلوقتي أرقام بتقول إنه إحنا نجحنا فالحمد لله. وإحنا حبينا نسمع منه مقطع لايف. النفسية محتاجة ناس طبيعية تقلق وتخاف عليا مش مليانين أمراض. طبعا أول سنجل ليا، فحاسس إنه ايه ده، انا عايز انجح اكتر. لسه وانا جاي دلوقتي كنت ماشي في الشارع فسمعت اغنيه عربيه مشغله الاغنيه جنبي، فالله حاجه حلوه. فبعد اول فيدباك هو مركز على الخطوه الجايه، واكيد كله بدعم من المنتجه ساره الطباخ. ساره الطباخ كان ليها دور كبير، بتتعب جدا في كل بروجكت بيتعمل، عندها رؤيه كويسه جدا، تعرف كل حاجه تعمل لها الشكل المعين اللي يتعمل لها عشان يطلع الموضوع بشكل كويس. وعوامل كثيره ساعدت كمان بانه يقدر يثبت نفسه بالغناء، منها النجاح الكبير اللي حققه فيديو مين فينا مع اصاله. بمناسبه الحظ، صحيح انا يعني حظي خلاني اعمل دويتو مع اصاله وانغام، فيعني مش عارف بصراحه حظي ممكن يوديني فين تاني. بس احنا اصرينا نعرف مع مين بيطمح انه يتعاون. كل واحد ليه طموح يعني، اكيد اكيد كمغني شاب نفسي بقى اكمل المجموعه كده واشتغل مع الديفا دي يعني. يا خرابي في حته تانية. من بدايته بالفن لمحمد معروف بشخصيته قديش هي رايقه وكلاس، خاصه انه هو من عائله مرموقه فنيا وما بيحب كتير المشاكل، وبيقدم كمان اغاني كتير حلوه وكلاس. وبكل اغانيه منشوف جزء من هالشخصيه، خاصه بالرومانتك سونغز وحتى بالادوار التمثيليه، يعني قدمها بكامل رقي.